كريم عليكم وعلى أمة الإسلام أجمعين. اليوم راح نكون وياكم بحلقة مميزة تجمع كل أطياف العراق من فنانين وأيضاً كابتنية كرة قدم وأيضاً شعراء. تحياتي للجميع، رمضان مبارك. سعيد جداً بهذه الحلقة أنه أستضيف الشعراء والرياضيين والفنانين في أمسية رمضانية إن شاء الله تنال إعجابكم. بالتأكيد اليوم راح تكون حلقة متنوعة، من خلالها راح نبتعد عن كل المناصب السياسية وعن النزاع بين الكراسي، لكن اليوم نزاعنا راح يكون بين الشعر والفن والرياضة، راح يكون متنوع وأيضاً راح تكون أكو ألعاب تنافسية. أكيد نرحب بضيوفنا المميزين الشعراء والرياضيين والفنانين اللي خدموا العراق في أصعب الظروف وقدموا لنا الأشياء اللي تسعد البيت العراقي. أكيد نرحب بالأخ حسين والست دعاء. رمضان كريم عليكم إن شاء الله. أبو علي والورد، رمضان كريم عليكم. الله يسلمك. وأيضا كابتن حيدر عبيد، شرفتونا وأنستونا في هذه الأمسية الرمضانية. بالتأكيد أهلا وسهلا بكم، نورتونا ورمضان كريم عليكم. علينا وعليكم إن شاء الله. حياك الله أستاذ مهند. الله يسلمك. نورتنا بحلقة اليوم. وعليكم إن شاء الله. يا رب ضيوف خفيف إن شاء الله. شكرا لك. الفنانة الجميلة رفا الوحيد، حياة الله. حياة الله ورمضان كريم على الجميع، وإن شاء الله تكون حلقة لطيفة بوجودنا وياكم. أكيد وجودكم كلش مهم، وأيضا الفنان الجميل أحمد صبي، حياك الله ورمضان كريم. حياك الله ورمضان كريم علينا وعلى الشعب العراقي وعلى كل الضيوف الكرام إن شاء الله. كل الهلا بيك. وأيضا كابتن جليل زيدان، ونورتنا بحلقة اليوم وأهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بكم، سعيد بتواجدي معكم، رمضان كريم، وتحياتي لجميع المتواجدين وخلف الكواليس. اهلا وسهلا بكم. بالتاكيد نوجه تحيه كامله الى كل كادر العمل. اليوم راح ننقل صوره مختلفه عن الاجواء، حابين نشوفكم الاجواء الطبيعيه اللي تكون بعيدا عن الفن وبعيدا عن الرياضه وبعيدا ايضا عن الشعر، باجواء الشعريه والرياضيه والفنيه لكن بالعاب مختلفه. خلونا نبدي بدايه قبل ان ننتقل الى اللعبه الاولى اللي راح تجمع الشعراء، الشاعر مهند العزاوي والشاعر حسين الباحث، نورتونا. لكن قبل كل شيء، مبدأ اللعبة الأولى راح تكون حمل بندقية. من خلال حملكم لهذه البندقية راح تصوبون على الهدف، وهذا التصويب راح يكون من خلال أبوذية أو شعر. أول شيء حابة أعرف شلون مهند. أستاذ مهند زين بالصيد؟ يمي الصيد والله. والله لا صلت بعد صياد عندي أستاذ حسين لعد حي غلبك فريقي. من النظارات وقيس. شرف بيك، شرف بيك استاذ مهند. نورتنا. استاذ حسين، شنو رايك باللعبه الاولى، او انت قبل مجرب هاي لعبه البندقيه والصيد وهاي الشغلات؟ بدايتها في البندقيه ما ادري بس تنتهي اليوم يعني. ان شاء الله هاي البندقيه تختلف عن البندقيه اللي متعارف عليها. بالضبط، اليوم بندقيتنا تحمل رساله وتحمل شعر وتحمل هدف معين وتحمل ايضا بصمه لكل المشاهدين. تنوعها بضيوفها هي كافيه، هي نكهه كافيه للمشاهد العراقي. بالتاكيد. طيب قبل ان ننتقل الفاصل، استاذ مهند عندي منك طلب. امر ويا الفاصل قلبك. امر قبل الفاصل. بجو دافي حابين نسمع الحكايه الدافيه. صار من عيوني. في يجفني دمع اذا انزلته الكون ارتوى، ينتابني حزن كما حزن الذي يمكث مريضا ابنه واحتار في ثمن الدواء. فتشت نفسي باحثا والله لم يبقى سوى باقي لي بس روح ونفس يا فلان بشرك من رحت واياك اخذت العافيه. الله. والنار حرقتني ومشت بشفاق، ظليت انسحق مثل الججاره الطافيه. معروف لو صب الدمع ينشاف بس ما ينسمع، بس ما ينسمع. ليش انا دمع بغيبتك فزز الناس الغافيه، وليش بنصيحك ما ترد مو تدري كاتلني البرد وتلمس حلوق البشر. وين الحكايه الدافيه؟ سلامتكم. الله يرضيك ويسلمك. طيب استاذ حسين، برد بسيط، اخرجوا لنا شجعانكم. كاتلها العطش بس من تمر على الناس مدري شلون ما تنشاف ذبلانه. هاي العينها يومية حليانه، ما تنشاف من قد الغول بيها، ابنية خدود هلمع من تراشيها. الله. تمشي على البحر ينشرب ما يقوم، الله يساعد القلب اللي يماشيها،
ومو تتجمل تحط للعيون الوان خوف من الحسد بلوان تطليها للمرايا القديمة الفاهية تحط لون اذا بشوي كحل شاقت معانيها زوارق زاعلا دجلة بغروب وبصيف هيك عيونها الخالق مسويها بقمة وكاحتها وجنها خجلانة هاي العين هيومية حليان الله عسل الله عسل هاي العين هيومية حليان إذا أعزائي المشاهدين مثل ما تشوفون أجواء لطيفة وأمسية ما بعد الفطور بجمعة الحبايب خلونا ننتقل إلى فاصل ومن بعدها راجعين عودة من جديد أعزائي المشاهدين بعد الفاصل البسيط رجعنا وياكم بلعبة تنافسية جميلة ويا الشاعر حسين الباحث وأيضا مهند العزاوي شفنا وضعكم أي. أنه الأمور تمام بالرمي طبعا يمي زين إذا رميتوا وقريتوا شعر أو أبوذية الأمور راح تكون تمام؟ تمام أنت تمشي تمشي؟ طبعا يلا خلينا نشوف أول طلقة وأول هدف راح يصيبه مهند العزاوي ويا الشعر الجميل نقول تعال اشمر حجاية وقول مشتاق لا أي. تحسسنا عندك مال قيمة لا تخلينا تاني وجرحي مفتوح مثل فطرة الحياطين القديمة غير يمي هاي مخش بداية إذن حسين الأمور تمام؟ تمام الأمور يلا بما أنه هو صوب الهدف خلينا نشوف حسين شو راح يحكي وش راح يقول أبو ذية وراح يصوب الهدف لولا يقول بتك عين أجيب الراح وبتك عيدة ما عد رمشة عين تخطى التصيدة الله ما صابت صابت هاي صوشي كسري يلا عندنا منين ايه مدري منين جاي اشتاق مدري منين اريد ابدي اضيعك والتفت والقاك ورده وخدك ينادي الله احب حروفك تنشاف من قد التراف البيش لون سوالفك وردي يا الله عاد شاطرة زينة لون سوالفها زرقاء الله طبعا يلا شد لنا الهمة لا خدمتكم هذه يلا حسين ونقول ايش كثر قلبه على الراحه ولو اكفى وباكر كل من يخصني لو اكفى اذم وامدح وكل واحد لو اكفى بشريح الرحمه وانا جور بي الله الله أنا أقول هم تدري من نعتاز لك شو تسوي بي العازة هم تدري شو يحس القلب لما يريد أعزازة ينجاب طاريك وفز واضحك بوجه اللي يستفز واتحمل استفزازة بيناتن كفو شنو الأداء؟ وحسين شي يقول؟ الدينة مو قبلتك عابدينة يا دربك من مشينا عابدينة سنة وقلبك عبادة عابدينة وسنة وسهمك قدار قدار فيه الله سهم يعني لازم بتضيع لازم بلاوت يلا بعد تشويش شد لي حيلك بالتشويش الله أنا أقول يومي تاه في فجره وليلاه بائع لم يجد شخصا وليلاه طبعا قيس يحتسي الخمرة ولا إله ماتت قبل لا تكتب وصي الله صدق يجيبها بالضبط لا لاحظت يعني ما تأخر يعني ما قعد إني شنو تعب روحي هاي تبص يقول رغم ما شايفك مدة بعد القلب بس بشوفتك يهدي بعدنا من أرضنا مبتش وضم صورتك يم الفراش وبعد كذبك علي آخر يقين عاش واحده بره واحده بره واحده الله تمام الامور يلا يا يلا استاذ مهند تريد تفوز لا خلاص هاي بره الاخيره بره لا جت على حلو بس لا لا مشيت حبيبي ابرك شباب احنا ما سمعنا الشعر وين طار الشعر اي ما سمعنا الشعر صح اي نسمع الفوز اقول الفوز اخر واحده الشعر بس بالنسبه للاحراجات اللي بالجو نسمع الفوز
اسمع على الحزن الحرام هاي والله لا والله مشيت هذا يا اخي مشيت صابتها هاي انا اقول لك شلون هاي هاي لا هاي هاي من الخوف من الخوف صابتها حبيبي مو مشكله مو مشكله هذا هو بعد مبروك اذا اعزائي المشاهدين مهند كمل لا 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 بعد نفخه تصاب الهدف حسين عندك المحاوله الاخيره يعني هاي ما يخالف خليه يعني بس ما يخالف عندك محاوله يلا بس نلقي الشعر قبل لا نصوب الهدف يقول عليش حاكي لديارك قبل ايام من جيتك شفت البوب خزرتني لحد ما تيهت بيتك الله ولا يفيد ولا تيه ولا ينفع ولا لك قول بالزوج قول بالزوج جودة فاتح حلوة حلوة تعال لا ذي شو واحدة هي طقف واحد تصفيق إذن أعزائي المشاهدين كملنا أول لعبة لحلقة اليوم لكن ما زلنا مستمرين ياكم بعد هذا الفاصل رجعناكم أعزائي المشاهدين بعد الفاصل طبعا نهني الشاعر الكبير مهند العزاوي بهذا الفوز على فريقي حسين الباحث ما يخالف هارد لك مبروك لكم أخ مهند أكيد أعزائي المشاهدين نرجع للرياضة بعد ما شفنا الجو الشعري روح الحيدوري أبو مريم العبيدي الذهب حبيبي. الله يحفظك أهلين. أكيد سعيدين بوجودك وبالإخوان الله يسلمك عزيزي شلون نادي الكرخ والله الحمد لله النتائج زينه يعني اخر مباراه فزنا بها يعني قبل يومين ملعب النجف 3 والحمد لله مثل ما تعرف انه فريقنا يعتمد اغلبه على اللاعبين الشباب وطبعا سياسه النادي هي تصدير اللاعبين للمنتخبات بالاضافه الى انه تصدير اللاعبين لبقيه الانديه لان قبل سنتين او ثلاثه يعني النادي سياسته انه يجيبون لاعبين شباب فتره الاختبارات بعد ذلك انه يرحلونهم لبقيه الفرق ممكن انه يبي مردود مادي بالاضافه للمردود اللي ممكن يخدم الكره العراقيه بالمستقبل ممكن اللي صار يعني العام وياكم بعد القلق اللي صار نزولكم تقريبا الى الدرجه الثانيه ممكن انه هاي التجربه خلت النادي الكرخ يستعيد وضعه من خلال لملمه اوراقه كابتن احنا بالبدايه ما كنا مسؤولين على هذه النتائج لان مثل ما تعرف احنا استلمنا الفريق بالمرحله الثانيه فريق كان بالترتيب الاخير من بعد رزاق يعني رزاق فرحان بالضبط بعد ذلك انه انتشلنا الفريق الحمد لله والشكر وصلنا للمركز التاسع والعاشر واحرزنا كاس العراق مثل ما تعرف فريق شاب مو جماهيري يحرز بطوله صار له يمكن فتره طويله ما حرز البطوله انجاز حقيقي ممكن صحيح. بعد 20 او 30 سنه ممكن هذا النادي ما يحقق اي بطوله باعتبار انه الفريق ما يعتمد على القاعده الجماهيريه بالاضافه الى ذلك انه المردود المادي اللي يمتلكه النادي مو مثل بقيه الفرق الجماهيريه الان تعرف الفرق الجماهيريه اللي تحرز الالقاب هي تعتمد على الموضوع المادي ممكن ميزانيه تكون 10 مليار او 12 مليار بالاضافه الى ذلك تعتمد على لاعبين المنتخبات الوطنيه احنا سياسه النادي تختلف انه يجيبوا اللاعبين شباب يدربونهم فتره لمده سنه او سنتين بعد ذلك انه يرحلونهم للمنتخب هدفكم يعني انا يصير بدي اشوف الهدف اللي تتبع سياسه النادي وين يعني بالمراتب الاولى بالوسط لو بس بقاء بالدوري يعني شيء اللي لا بالنسبه لنا يعني بعد انه احرزنا كاس العراق بالسنه الماضيه الان سقف الطموحات بالنسبه للاداره والكادر التدريبي اكيد ارتفع ممكن انه ما نكون من ضمن الاربع الاوائل لكن ممكن انه نكون ممكن خامس او سادس هو هذا طموحنا ككادر تدريبي وكلاعبي السنه اللي بعدها ممكن انه نبني على هذا الموضوع ان شاء الله المردود المادي له يعني دور رئيسي بتحقيق البطولات احنا لحد هاي اللحظه مثل ما تعرف امكانيات محدوده صحيح. نقدر ممكن بالمستقبل انه نحقق نتائج ايجابيه باذن الله ان شاء الله اكيد بالتاكيد كل التوفيق لكم والكابتن جليل زيدان حياك الله يا مرحبا اهلا وسهلا اهلا وسهلا بك ورمضان كريم عليك مره ثانيه طيب بعيدا عن الأجواء اللي ممكن تكون حماسية حابة أعرف المواقف الكوميدية اللي ممكن تحصل في داخل الملعب احكي لنا فد موقف صار وياك هاي بعد هاي قبل الموقف ضحكة هاي خلف الكواليس خمسة حلوة لا 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 طلعت رون سعد على قلت على حسين على الكهرباء لا 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 ما يخاف بس بس نرجع النادي الكهرباء لا يعني المواقف بما انه يمسيه رمضانيه طبعا رحب بكم مره ثانيه شكرا لك يعني واحده المواقف راح ما اسولف هذا اللي سولفناه خلف الكواليس لان اللي مات هي
واحدة من المباريات في ملعب الشعب بدنا نلعب احنا الزوراء والجوية. نعم الزوراء والجوية. هاي تخص كابتن احمد عبد الجبار. ايه تسولف الياسي تسولف لك اياها باكر. نعم فتعرفون تعرفوا مريم الملعب شلون طبعا مليان. ايوه انا واقف بهذا الجول واحمد عبد الجبار دا يسوي حماه وراي هو مجموعة لاعبين يعني المباراة مستمرة ومشتعلة. نعم فدا يسوون لاعبين وراي ورا الهدف شايفيهم اللاعبين يسوون عملية الحماة وراي. أنا شوي هادئ يعني بهيك ظروف وأجواء مباريات أكون هادئ جدا ريلاكس. جميل. يعني صفة من صفات الحارس لازم يكون. قيادة. فشفت أحمد بصفي ودزيت عليه هذا اللي يجيب كرات. قلت له قل لأحمد عبد الجبار دا يصيحون عليه المدرب دا يصيح يريده بسرعة. حتى يبدلونه على عمو بابا كان حتى يبدلونه حتى يبدلونه وكذب ما حصاحه هذا دزيته بالكرات قلت له مو يصيحون علي اقول المدرب عمو يريدك احمد عبد الجبار احمد عبد الجبار انطلاقه راح هناك دباه علي اني كساراته وهذا وجا وقف يا عمو يا عمو بابا الله يرحمه الله يرحمه فهيك يعني اقرا الموقف ده اشوف حتى عمو بابا يمكن دا يرزل بي ما ادري يسوي قلت جابك من دس عليك عاد رجع ظل يباوع علي يقول لي بسيطه هي دائما كرة القدم رغم الحماس ورغم التوتر اللي تكون بالساحة الخضراء أكيد. لكن دائما المواقف المضحكة تكون موجودة وبالتالي هي ترسم البسمة مثل ما قلنا على كل وجوه الأطياف الشعب بحد ذاته. إذن كابتن الجو لك واللعبة يمك بما أنه تخص كرة القدم لكن بطريقة مختلفة هالمرة. أكيد أكيد يعني بس نشوف يعني البليارد اللي يلعب بكرة القدم أنا أول مرة أشوفه بالرجل خلينا نشوف كابتن جيلي زيدان وكابتن نعم. حيدر نروح لهذه اللعبة الجميلة ونشوف المهارات ولو الكرات صغيرة لكن نشوف مهاراتكم حيدر رجليش طولاته بس يمدها توصل لجيلي إذن أعزائي المشاهدين سننتقل إلى فاصل ومن بعدها راجعين رجعناكم أعزائي المشاهدين بعد الفاصل أكيد مباراتنا أو لعبتنا الآن هي لعبة البليارد لكن بشكل مختلف اليوم خلينا نشوف الكباتن شلون حيلعبوها بالرجل اللي كانت هي تلعب بالعصا لكن اليوم نشوفها مع كباتن اللي أشوف حيدر حيفوز لأن فريقي أنت شو تقول هذا عجب فيه فريقك لازم شوية تتميل وياه يا أبو وايد هسه يبين لنا التكنيك خلي على قولة عامر زايد يبدي الكابتن الأكبر هو الأكبر أكيد هو الأكبر خبرته أكثر من والله أنا متنازل متنازل تواضع مني أكيد يعني بعد ما نقدر نحكي لعبة مبينة هو راح يفرقين حتى يحضر لي إياها إيه كابتن إيه تفرد والله. فاول فاول ما في فاول انت طابه شنو فاول لا فاول فاول طلع الصول طلع الصول اي بس كيف بعد ما شنو لا 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 مو بليار حقيقي ترى بس من سنوكر فاول فاول هم فاول انا طلعتها اه هو طلعها ذكاء تتذكر نلعب ويا نادي العماره بالعماره ايه كنا قبل هذا نغلب ناخذ الدوري سجلت بها ليش من ويا الناصريه ويا الناصريه ويا الناصريه رحنا بنفس اليوم ايه شلون الملعب كان الملعب هذا بالنسبه له يعني سان سيرو والله العظيم معاناة سجل علينا هدف بالبدايه حيدر عايد كان هداف الدوري بوقتها ايه بعدين ابو مريم سجل عليهم جول بالاحلام يعني ما يصير والله العظيم فزنا عليهم ثلاثه كنا خسرانين كنا خسرانين 1-0 الملعب قبل نروح محافظات نروح بنفس اليوم ناكل بالسياره وقبل على المباراه تشرين والله العظيم ماكو قبل يوم هسه نروح قبل ثلاثة ايام قبل يوم للمباراه الخانه الاخيره مطبخ كانت بالضبط اي عافيه والله الترام ينزل لك بالضبط طيب الدجاج هاي الكشن الاخير بالضبط كان واحد كان واحد من المدرب نرجع حيدر يلا ليش هاليوم عذاب ليش الدياب شلون؟ فلش لون على بعبيش البيضة. لا عبيش. اه. الأرضية مو زينة خاطر تطفر الكرة. يلا شيل القلق هذا. هاي الكرة مشكلة ما حسن ها؟
كابتن اخذ الابيض كابتن. اليوم مهند بعيد عن الشعر اليوم الطوبات. اليوم حاب الكرات. والله بعد لك كره بعد لك كره. ليش فاول؟ انت شلون قلت لي فاول؟ شا قربوا ثاني وبعدين سجلتها فاول. فاول كابتن خاف. لا مو باع الكيس. باوع باوع. زين وين العب هسه كابتن؟ هاي لو تحط روحك فيه. هم فاول طلعت الكره فوق. انا راح ابقى هنا العب منه. اي تعال لك انسان جليل. يلا هسه راح يصير حل. راح يصير حل. اخر جول اخر جول اخر جول فاد على كنت بنادي الشرطه لو بيا نادي لو بالاحتراف. الدق 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 على هذا الهدف. الدق على هاي اللي فزنا بها خمسه من هذا الخمسه. الدق على هاي زين. ليش انت بهاي اللعبه لعبت؟ انت ما كنت تلعب. اي كنت ما جاي. عماد اي كان عماد كابتن عماد هاشم. عماد هاشم تحياتنا له بالمنزع وقال كتف صار فرصه يعني. اي شافهم شاف اللعبه مقبلنا قبلنا بينا. انا كنت ما جاهز بالمباراه. كانت عندي اصابه. هاي شواهد للتاريخ طبعا. اي كان عندي اصابه كسر بالضلع اتذكر عندي. فقعدت تقريبا شهر ونص. رجعت ثلاث ايام اربع ايام خفيف تدري. فما عندي جاهزيه ماكو 20%. فكان اياد خضر الاحتياط. صحيح. وانا اجي حتى يا ساسوكي وانا على المدرجات. فعماد من حس بألم كتفه شوان دار علي قال لي انت تلعب وانت ما كنت جاهز. انا ما كنت جاهز. فقلت له غير اياد. قال لا. قلت له ما جاهز. ما قال انا ما اتحمل المسؤوليه. قال اتحمل المسؤوليه. انا اتحمل المسؤوليه. اي اعطاك الفرصه كامله. طبيت هناك الطب ابو مريم. كوا لا بس نتيجه خالص 5-2. اي اي في وقت. اي زوراء فريق كبير يعني لاعبين وهذا. عموما لعبت المباراه ما كنت جاهز بيها. وانت الله فتح ابوجك سهل عليك. الله وفقني. منين ما تشوتها تجي تطخ ويا العمود كله ويا العمود. واتشبول من هذا كله. لا السؤال مقصود كابتن. اي مقصود. لا بس مو لا مو هي ما كانت فرصته صراحه. اي يعني كان لانه لا اللعبه ما مخلي ببالي العباني. فما كان جاهز. ورطوني بيها. يا الله. يا الله. والنوب قالوا جمهور الشرطه قالوا لين الزوره انت طيتها. لين انت زوره هاي. يلا حيدر هاي ساحة اسوي لك لعب. حلو؟ هاي. يلا حلو حلو قريبه قريبه. زين شلون عشان رجله 45 من الوحه. ها؟ شابك. ها؟ هاي الزرقاء طبت. ما تدلها. الله الله. كابتن ذلي. لا اذا طشرن حتى حتى يصير لعب. حتى يصير لعب ما بيها زحش. اوه سعدنا فاول. هاي باعتبار طابه. اي فاول مو مشكله. فاول المسكين. بعد فاول شلون شمر على منتخب كم مباراه دوليه؟ عنده 43 مباراه دوليه. شنو خليته ما كنت ليش فاول جليل شنو وين خليته؟ يلا يا عاشت ايدك. كم لعبه منتخب؟ 22 اي وقت عمالقه حيدر وانت 43 مباراه دوليه. احنا تدري صعبه الفرصه. مشاركات ماكو تعرف يعني التسعينات ماكو مشاركات. بس فرصه انه 22 مباراه دوليه يعني شيء زين. شيء زين. واحد بالفتره اللي هم لعبوا بها ما كلها عمالقه يعني. اذا نبديها من عامر عبد الوهاب وعماد هاشم يعني القائمة تطول. جليل هاشم خميس فترة الجوية ما حد ما جاب اسمه هاشم خميس احمد علي احمد علي كثير. لا ترى كل اللاعبين بهاي الفترة يعني فترة التسعينات يعني المباريات اللي حصلوا عليها قليلة بسبب الظرف الحساب. وازيدك من الشعر بيت لان شعر هذا اي لان شعر. احنا كنا محاصرين ما عندنا مباريات ما حد يلعب ويانا ولا عندنا بطولات غير أمم آسيا وتصفيات كأس العالم. صح. أيوة ما كانت يعني معلومة داخلية. ومن تسافر تسافر بالباص. صارت عمان يعني قبل يعني حلة رايح ماكو من بغداد جديد العلاوي. فشيء بالنسبة لنا يعني كنا نعاني كثير يعني صراحة. فمن اللاعبين عندهم مباريات دولية في ظرف يعني هذا فشيء إنجاز بالنسبة لنا. أكيد. وين أصعب؟
مباراة تعبتهم؟ أصعب مباراة كانت ضد كازاخستان في كازاخستان، كانت حقيقة مباراة جدا صعبة، وتعرف العقوبات الأخيرة اللي كانت يعني لما يخسر المنتخب. اللي تألقت بها أنا؟ صحيح. لا، البطولة اللي بعدها اللي تألقت بها أنت خسرت بها ثلاثة، اللي تألقنا بها إحنا اللي تألقنا بها إحنا تعادلنا وتأهلنا. لا تصيات مماسية. والمدافع مالي مقول عليه قولين. فاول على وحدة. وحدة. اوه زين هاي شلون زين هاي شلون؟ بس لو تطلعها دير بالك للزرقة. فاول شو تسوي؟ يلا جلا وين توديها؟ اي ما هو هاي المهارة. كابتن بعد طيب اياها بيدي. ما يصير هاي ما يصير. لا ما يصير. لازم تروح. لا ما يصير. متعصب كلش كلش كرة القدم متعصب. هاي المفروض ثقيلة. اريد اسالك عن اللي حتعملوه بالفترة المقبلة. والله كابتن مثل ما تعرف الان صار عدت نازل بالنسبة للدوري. عندنا مباريات تقريبا ثلاث مباريات نقدر نقول عليها يعني مو عالية، لكن بعد هذه ثلاث مباريات عندنا مباراة مع الفرق الجماهيرية. نتمنى انه نحصل نقاط بهذه الفتره حتى ممكن نضمن مركزي يليق باسمنا ويليق باسم اللاعبين ويليق باسم نادي الكرخ، لان مثل ما تعرف الان المباراه اللي تروح من عندك ثلاث نقاط صعب تعويضها. تغييرات بالمستقبل القريب بعد نهايه الدوري اكو يعني تسويق لاعبين؟ اكيد عندنا تقريبا 7 إلى 8 لاعبين يعني من هاي اللحظه الان فرق الجماهيريه فاتحتهم. نعم. وممكن الاداره راح تفتح خط، لان مثل ما تعرف بالاحتراف انه قبل ما ينتهي الدوري بشهر او 40 يوم انه اللاعب اما تجدد وياه او اما انه تعطيه استغناء ويروح يتفاوض ويا فريق اخر. خوف من هذا الشيء اللي انت حتسويه انه تطلع اللي بنيتهم بالسنه على الموسم القادم اذا انت بمراكز متقدمه؟ اكيد ماكو قلق بالنسبه لكم كمدربين؟ هو اكيد قلق وصعوبه ولازم تبني من جديد، لكن مثل ما تعرف اللاعب يريد عقد اكثر من 200 مليون او 300 مليون، احنا بالنسبه لامكانيات بالضبط ما عندنا امكانيه. ومن باب رزقه طبعا حقيقه يحتاج الى انه يعدل من وضعه المادي، فاحنا مع اللاعب. كابتن شرار العام ممكن قسم اللاعبين باع فقط لاعبين اللي هم قوقيه ومناف، لكن هاي السنه اعتقد يعني 7 إلى 8 لاعبين يعني بعد شهر ممكن انه يوقعون مع الفرق الجماهيري. ان شاء الله نتمنى لكم موفقيه وان شاء الله ربي ان شاء الله مراكز متقدمه والهيئه الاداريه ان شاء الله في احسن حال. نتمنى لكم ان شاء الله دائما الافضل. جلاوي وين الكهرباء هذا الموسم؟ نفس وضعكم انتم بالنسبه لكم مراكز متقدمه الاربع مراكز تتراوح؟ لا هو هذا شنو السر يعني؟ يعني السر اكو سر بي ماكو كل سر، هو كل مجتهد نصيب اكيد. يعني تعرف اي نتيجه اي نتائج ايجابيه ما تجي اذا مو هنالك عمل وعمل تكاملي من قبل الجميع. صح. من اضلاع المثلث اللي هي ملاك التدريب واللاعبين والاداره. اكيد. فاعتقد اخذتوا تجربه الكرخ والحدود انه هي جت هيك فرصه؟ لا تعرف انت كل مدرب له فلسفه الخاصه. نعم. وعمل الخاص به، فاكيد يعني نادي الكرخ هم ناس مجتهدين اللي يحصلون على النتائج، وايضا الجهاز الفني المتواجدين. احنا هذا الموسم موسم استثنائي بالنسبه لنادي الكهرباء، يختلف عن في كل تاريخ نادي الكهرباء ومشاركاته بالدوري. هذا الموسم احنا الفريق يعني ما يسمى بالحصان الاسود اللي أكيد. ما تراجعنا عن المربع. مو صح صحيح يعني ما ابتعدنا عن الاربع الفرق الاولى ودائما ما قريبين على الصداره. هسه احنا حاليا فرق نقطتين او ثلاث نقاط عن الصداره برغم الاسماء الشبابيه اللي متواجده، لكن فريق عنده اسلوبه الخاص وطريقته الخاصه. خساره اربيل اثرت عليكم الاخيره؟ يعني كان لو فايز يعني فايز على اربيل حتى لو هي كانت خساره غير متوقعه. لا. كانت خساره وهي مشكله انه مفاجئه انه، لكن انا اقول لك اثر علينا يعني تعرف انت المباراه كانت بالتسعه. صح. يعني شيء جديد طبينا بعد شفتكم صايمين وصايمين وفطرتوا يعني بالملعب. انت قبل ايش قد تحضر المباراة؟ قبل ساعتين. قبل ساعتين المباراة بالتسعة يعني انت بالسبعة لازم بالملعب. الفطور ورا 6:30 والفريق بالفندق بالكاظمية وتروح الملعب الشعب. صحيح. ايش وقت ينهضم الاكل؟ ايش راح تاكل؟ ما تقول لي. اي يعني تاكل لك بسكت وانت صايم. فطرنا اللاعبين يعني بالمنزع. صحيح. تأثرتوا بالخسارة؟ لا. احنا نستفاد من الاخطاء. نعم. نستفاد من الاخطاء مو مساله نظل متاثرين. تعرف انت كل اربع مباريات كل اربع ايام عندك مباراه. صحيح. ممكن يعني تعوض. يعني ما نحب نحمل وكذا، لازم نؤمن بالخساره مثل ما احنا نؤمن بالفوز. فصححنا وضعنا وقعنا على الاخطاء عالجناها.
دخلنا المباراة الأخرى بعدها كنا قريبين على الفوز على الطلبة لولا ضربة الجزاء الضايعة بالثانية الأخيرة من المباراة. صحيح ضيعنا ركلة جزاء كان ممكن نفوز. عموما الدوري طويل بعد هواي مباراة أبو مريم بعد 16 أكيد تقريبا نتمنى مباراة. لكم طبعا الموفقية فإن شاء الله نعود نتمنى لكم الموفقية والنجاح ونعود أعزائي المشاهدين مكاناتنا. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين. طبعا إحنا الجو عندنا كلش حلو، الأمور تمام بوجود الحبايب ولمتنا الحلوة بأجواء الضحك والبسمة وأيضا القفشات والمواقف المضحكة. هسه كملنا لعبتين، راح ننتقل للعبة الثالثة اللي هي لعبة جيل الطيبين من إحنا أطفال نلعبها، لعبة الحية والدرج. راح تكون تجمع بين الفنانين والفنانات، عدنا رفا الوحيد، أحمد صبيح، وأيضا دعاء نانا وأبو علياو. احكوا لي اول شيء خلني اتجه لفريقي بما انه انا انحاز بهاي الزاويه. اي والله اعطيهم شويه خليني اسالكم. اكيد احنا كليتنا واحنا صغار لاعبين لعبه الحيه والدرج، وهي عباره عن زار الحظان اسميه. طبعا بالضبط. شنو رايكم بهاي اللعبه وسابقا لعبتوها وشنو دائما يكون حظكم؟ والله بالنسبه لي انا ما اتفائل بها لان دائما اوصل 99 وتبلعني الحيه. هاي عقدتي بالحياة. نفس الحالة. زين لعب مشترك. بعد ما أعرف. لا أنا الحمد لله والشكر بهاي اللعبة أنا من هاي أحلى اللعبات اللي مستحيل أكو بشر ما يعرفها. بالتأكيد. وبالذات إنه أنت سميتيها مال جيل الطيبين بالضبط. هي هاي هسه اللعبات شوفوها انقرضت بس إحنا نبقى نعرفها ونحبها ومستحيل أكو أحد ما يعرفها. طيب. فأني دائما أفوز بيها. حلو. يعني الحظ. تدري ليش أفوز بيها؟ لان الحيه عندي مو باللعبه بالحقيقه. سمعتي رفلت غير 2003 جابت عجل طيب. لا مو 2003 ثاني 2006. ابو عليه اقول لك دائما هم يعني لا لا خلي سولفك هسه الزار اي سبحان الله ثاني سالفه على حياته. هاي تفيدك والله. يلا هاي تلعبها طبعا من النوع اللي ما زاغل منه لعب مو هيدا وقلبها مرة كنا صغار نلعب مثلا انا واصدقائي وشي هذا عندي زار بي بس ستات بس ستات حلوه هاي والله والله قيس بلاي لا لا زار بي بس ستات ونلعب بالزار العادي انا وياه من ناحيه سته شو اسوي شامل بس سته وهي من تلعب دب سته شو تسوي؟ تلعب مرت اللخ اي مو؟ ستة إذا ما أكلت أحسب إذا ستة تأكل لي الحياة إذا ببابة مرة ظلت بس سبع مرات تلعب وهذا ظل بس يصل أقول لك أبو عليه هي هاي هسه حتى صارت قريبة يعني حتى بالموبايل موجودة حياة ودرج البلياردو ماكو حياة ودرج كابتن لودو ودني طاولة لا هي نفس الشيء الطاولة أنا عندي موقف فيه أستاذ أحمد ايه اشتغل قايد مره بشركه زين احب هاي السوالف اني ايه قايد بشركه وراح وما ادري شنو يطو 100,000 ايه بالرحله فهو راح هو كل شيء ما يندل وعلى حظه طلع هذا ابو المنشئ سايق هم اول رحله ويا على حظ احمد حلو مين هم ما يندلون فالعالم لازم تروح المصايف احمد ايش سوى اجروا تاكسي 125,000 حتى يدلينا على المصر وبربي المره واحنا بشكله وانا رايح احنا طالعين على بيخال فنحتاج فحم فذول اللي على طريق شقلاوه وما يحشون عرب ولا طقه فنسال فحم ما ادري شنو ما يعرفون فصاحبي احمد الله يذكره بالخير قدم له لزمني قال كاكا مثل هذا قال له مثل هذا قال له قبل دلال عليه دعاء حبيبتي حبيبي اول شيء حياك الله ورمضان كريم عليك رمضان كريم عليك همين يا عمري دعاء احنا نعرف صار الفن ناس تصعد وناس اللي لهم خبره سنين ودراسه وتعمق بالفن ممكن انهم ما يحالفهم الحظ فبالوقت الحالي شنو تعتقدين السبب الرئيسي اللي يخلي انه مثلا شخص
يعتبر انه هو صاحب حظ وراح يصعد، او موهبه، او اشخاص ممكن ما قدروا يقدمون نفسهم او يسوقون نفسهم بطريقه صحيحه. لا تعرفين شنو، انا دا اشوف الفنان من دي نجم سبحان الله، لو بحظه لو احسانده. نعم انا احكيها يعني، السند بالوسط هو اللي دا يساعد. صح، السند والواسطات والجروبات، يعني اعذرا لهذا الكلام. نعم. الجروبات وكذا يعني ها هم من لها دور. صح صح. اشتغلت السوشيال ميديا بالفترة الأخيرة اللي حساباتهم عالية كلش. صحيح. صحيح. اشتغلت على ترويج للشخص أو للفنان بشكل قوي كلش، وممكن هو يعني عذرا بيكون ما يمتلك الموهبة. صحيح. هو ما يمتلك موهبة، هو الحسابات كلها غلط. نعم رشاق. أنا كرأيي، أنا كفنانة أحب أمثل، يعني أحب المسرح، أحب التلفزيون، ما أحب الميديا. نعم. ما أحب أكون ظاهرة بالميديا. نعم. بس هو الوقت هسه هيك دا ينجح يعني. استدعاء العفو، مداخله بسيطه. ايه. مو الكل الوسط. لا بالتاكيد. لا احنا ما نعمم طبعا. لا بس هسه الفنانين هم قاموا يدوروها هاي المتابعين وقام يحبون طريق الميديا ويمشون به. انا احسه مو لا ما احمد مينشر، انا عند احمد مينشر يعني كل يوم في 14 صوره كلش عادي. لا مو عن نشر، لا مو يحكي بموضوع مهم، بس مو كل الشركات، الشركات اكو شركات فنيه بالمنتجين والمخرجين يختارون اختيارات صح. صحيح. ما لهم علاقه بالحسابات العاليه والناس اللي هم غير مجال. صح. الفن والتمثيل مو صحيح؟ صح. لا اكيد احنا بكل الكلام ممكن نحكي سواء سيء او ايجابي، فاحنا ما نعمم اكيد. لا لانه لا بالعكس هسه اكو فرص هواي للفنانين والشباب كلش حلوه. بس عزيزتي انا يعني من خلال البرنامج رح احكي بموضوع، احنا هسه حاليا كفنانين يعني متوقعين بهذا صراع الشركات. نعم. انه انت تشتغل ويا فلان انا ما اجيبك. صح. ذاك ما يجيب هذا وهيك صايره. وايضا القنوات نفس الحاله. زين يعني فهاي مشكله، فاحنا واقعين بهاي المشكله. صح. والاجور الاجور يعني ما اعرف. هاي بحثا اخر. اذا الفن هو عباره عن لعبه حيه والدرج. اللي يصعد يصعد واللي ينزل ينزل واللي تاكله الحيه. خلونا ننتقل الى فاصل وراجع لكم. اذا اعزائي المشاهدين، اللعبة الأخيرة لهذا اليوم هي لعبة حية ودرج، راح تجمع الفنانين والفنانات. احنا قلنا هاي لعبة حظ، صاعد نازل. ان شاء الله صاعدين. ان شاء الله. الفريق الثاني ان شاء الله. ان شاء الله نحن لها. اذا خلونا ننتقل للعبة ونشوف لعبة الزار. راح تكون اول البداية يمك. اي يلا تفضل. احب البدايات. يلا لازم نحازم. زين هاي هيك لازم هيك اسوي؟ لا 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 لا. صاعد صاعد. اذا حسابك مليون، حسابك مليون. الف رحمه على والديك. سته. يلا خلينا نشوف منو اللي راح يمشي. اوكي سته. اذا تفضل. اجيب اللاي يمك. ذبي سته، هي المفروض ذب اثنين حتى قبل هناك. كفو. وين الاثنين؟ الله شنو راح يوقفنا على هذا المربع؟ تعال يا عمري. حاليا متعادلين. اخذوا الهنصر. يلا يا احمد بلكة أربعة. واحد. تفضلي. واحد درج. برافو. رقم 17 رفل. نشوف الحظ حالة حال التمثيل. الزار رقم كابتن ليث حسين 17. الوسط الفني. يا رب يكون عندي حظ بهاي اللعبة. تقريبا، لأن يعني ساعة تحس روحك وصلت وبعدين فجأة تلقى نفسك أنت ما واصل أصلا. الحية. طبعا الحية بكل مكان موجودة. الله يبعدنا عن الحياة. ستة. 16 ماكو لا اي درجه. لا هاي بالطاوله ليش ما تجي؟ 4 5 6. لا سته هنا، سته هنا. هاي سته. هذا سته 12. رجعي نزلي. هيجي. لا لا هيك اروح. لا انت مو قلت هيجي صعدوا. هاي حيه حيه وطابوق. هاي مو حيه ودرج. دعاء دعاء. هاي ارقام. هاي 12 6 و6 12. هاي 12. ها اوكي سوري. يلا يلا نعيد نعيد احسن. ايش ترى صار لنا عمر ما لعبيها. جنا جهال. يلا اوكي يلا يلا نعيد نعيد. الارقام قدام. يلا امشي على سته. 1 2 3 4. شو وقت اصعد الدرج؟ مو حرام. بعد سته 12. يتقلب. شنو سالفتك ويا سته؟ يلا بس لا حاجه تملي بس سته. 3 4 5 6. واو هذا بالنهايه. ايش في عندي؟ حرك ايدك. الله. احمد سؤال. احمد الله. سؤال جواب على هذا. خطيت اكثر من خطوه برقم 6. تعتقد خطواتك بالفن راح تصعد بهذه الطريقه السريعه؟ يعني ان شاء الله يا ربي هيك نصعد لهاي الاشياء.
بس هو كل شيء بالتدريج حلو مو رأسا، لأن اللي يصعد رأسا تمل الناس. صح بالضبط. فكل شيء بالتدريج. هسه مو جاي نلعب. ولازم تكون أبو عليه وشوية يا معود. هذا أصل الفان واحد. نمبر وان. يصعدني أريد أصعد. ولا راح تضبط وياك. شوف تضبط معليش معليش. ثلاثة اثنين ثلاثة يلا همزين مو اثنين. قد بعد إنه للي شوف الحظ اليوم. ليش هاي لا غيره غيره مو تخاف تغش شنو غيره تخاف تغش شنو مخلي لا صحيح خمسة يلا رفعت 88 ايه اللي 92 87 و5 92 92 صح من زاغل يلا يا عراق يا عيني يا بدوك فت بس تريد غلبين باع الحية نيتك مو صافية ستة بس لا تلوفة هاي اللوفة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة مو تقولي الدرج خمين ما صعدت انت ثبتت الزار على رقم ستة أبو عليو ودا تحاول انه تكون اللفة هيشي عدلة حتى تجي ستة تعتقد انت ممكن بفنك تلوف هاي اللوفة حتى يكون وياك صح والله ان شاء الله راح تصير هاي اللوفه ها والله العظيم هاي السنه ان شاء الله كل شيء متغير ان شاء الله وهذا اللي نتمناه اكيد شو قايم تدور لوفات خلينا نشوف لوفتك انت انا ما عندي ها متقلب امشي شهر ولا تعبر جسر يا عيني ولا تبلعك الحيه تبلعتك حيه تبلعتك ارجع يلا باللوفه مالتك ارجع يلا هذا اللي نحكي عليه اللي يصعد بسرعه ينزل بسرعه مو قبل بساعه ما غششان إيه لا أريد أصعد شوية شوية وإن شاء الله يا ربي أوصل للقمة إن شاء الله إن شاء الله سيدة ممرين يطلع لك المية شنو هاي طبق من ذهب اثنين أبو عليو المرة أنا راح ألعب لك خلي أجرب أوكي لا خاف يطلعوا زيادة أريد على الاثنين يا رب بالله حظنا رمان ثلاثة الله واحد اثنين لا لا ليش لا 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 ثلاثة منا عمك ارجعي تعاي 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 تشتي هنا واحد اثنين ثلاثة على ثلاثة وثلاثة هنا عشرين عشرين شتي عيني واحد اثنين ثلاثة أربعة وعشرين في عمرك عشرين واحد وعشرين اثنين وعشرين ثلاثة أربعة وعشرين شنو أربعة وعشرين لا ثلاثة وعشرين والله أربعة إيش قد هن مو انت زايد اسمعي ثلاثة أنا جيت على عشرين واحد اثنين ثلاثة عشرين وصعد وصعد روحي هسه ما خالف ما خالف وياس والكاميرا تشذب عابركم مشي عفوا اسف انت اعداء النجاح انت من اعداء النجاح اعداء النجاح اعداء خليني اصعد يا معود لا 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 صحيح لا لا والله 23 والله شباب 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 24 نرجع للبار قال 24 لا ماكو ماكو شيء حكي ماكو يلا نلعب 24 هاي الغش تمام. مسموح يلا الغش مسموح الغش مسموح الغش عندنا فار ماشي ماشي الغش الغش عندنا الغش عندنا تتوقع خلي خلي نسمع تتوقع بالوسط اكو غش والله يعني ضمن انا ما مشتغل بهواي الشركات ضمن الشركه اللي انا مشتغل بيها يعني الحمد لله والشكر ماكو اي غش كل شيء بانصاف وتحياتنا لمدير شركتنا الاستاذ علي فاضل ما عندنا هاي الاشياء وتقريبا بكل الوسط الفني ماكو اي غش الشخص اللي يستحق مكانه هو راح يصير بيها اذا انطي المكان الصحيح الرفل يلا يا رفل ستة اليوم كله ستات يلا رفل واحد اثنين بس لا حي ثلاثة أربعة خمسة ستة لا تزاغلين احنا ما نزاغل زودنا الفار عدت خير يلا ابو علي شو بكم حاسدين هسه راح تجي حيه تاكلني وترجعني خمسه هاي خمسه على الحيه على الحيه على الحيه الله اوقف صح واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه همزين حلوه حلوه للقمه ان شاء الله يا قمه دبوا رقم اثنين شو يسوي يلا هم راح يبلشون يقربون يلا يا الهي كافيه تسعوا فيني بحياتي ما اريدها ما اريدها اذا اثنين 100 غير زين انحالني وبعد بكيفك واحد همزين يلا اوكي يلا حلوه ابو عليه شويه يا رب لوزها لوزها يلا اسرع شباب خلينا نشوف النتيجه شنو اذا اربعه تبلعش الحيه واذا واحد تبلعش الحيه واذا خمسه واذا سته هاي الفره هاي الفره غلط مين زينه اثنين زينه اثنين عدت يلا اعتقد لو تفرها ان شاء الله تقرصك حيه تكون افضل قصتني الحيه من زمان واحد واحد راح يفوزك
وانا احب الواحد وانت دائما واحد هاي بالله يلا بالله وعيونك راحن يعني شنو بلعتي يلا تدفعلي كانها خمسة الله حلوة حلوة عيونك ما قلنا وعيونك الله عليك عيوني بعد بالعافية دين 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 مبروك عليهم بس خذ حقي من هذا يا روح الرياضية لا مبروك عليكم روح الرياضية اللي احنا دائما نحتاج برافو عليك احمد وبرافو عليك رفل رقم واحد دائما وان شاء الله دائما كل فناننا وفنانياتنا الجميلات يكونون نمبر 1 والرقم الواحد بالعراق لعبتنا حلوه مسليه اجواء لطيفه بوجود كره القدم وبوجود الشعر العراقي وبوجود الفنانين العراقيين اذا اعزائي المشاهدين لعبه حياه والدرج انتهت لكن مشوارنا ما راح ينتهي واكيد عندنا حلقات ثانيه لكن خلينا نرجع لللوكيشن الاول ونسولف شوي وبعدها تقدرون تاخذون راحتكم وبالنسبه لابو علياوي ابو علياوي اللي بعده صافي وهذا اللي يدور مساحاتي وعودتنا وياكم بفوز الفريق الازرق يعني اليوم كلش لاحظ وياكم حالفكم الحظ احنا اللي وعيب ما العلاقه ما شاء الله خالف هارد لك الفريق اكيد بدايتها كانت مع مهند والبندقيه وايضا مع الجميله رفل واحمد وايضا الكابتن اللي اليوم اللعبه شويه صعبه رغم التعادل الكابتن المدرب الكابتن المدرب انا واحد طوبه الزرقاء طلع عمره وكله اذا هم تعتبر من فريق الفائز احنا فايزين بالضبط مبروك لكم وكل سعيد اليوم بوجودكم ويانا وايضا كل الشكر للفريق الاخر وهارد لك مع انه اليوم ايش بقيتوا عيني ترى احنا هم كنا حلوين ولطيفين جننونا مثل العسل اذا كانت حلقه ممتعه بوجودكم شكرا لكم وشكرا تواجدكم هاي الامسيه الرمضانيه الجميله وايضا شكر لك تحياتنا للجميع رمضان مبارك ان شاء الله نتمنى لكم موفقيه باعمالكم الرياضيه والفنيه والشعريه وإن شاء الله دائماً الأمن والأمان عليكم شكراً جزيلاً حيدر الإخوان جميعاً شكراً لك ساد أحمد ساد رفل ساد مهند جلاوي حيدوري أبو عليه والوريد شكراً دعاء شكراً لكم وشكراً للكابتن زميلي في تقديم الحلقة ليث حسين وأيضاً كل شكر إلى كادر العمل على أمل أن نلتقيكم في حلقة مقبلة إن شاء الله